تعرف السياسة مو بالنيات، بالوقائع. زين. والسؤال على السيد الصدر، فالسيد الصدر متابع جيد، متابع دقيق للأوضاع السياسية حسب معرفتي به وحسب تواصله وياه. متابع بشكل دقيق بالفترة الأولى، يعني أصلا نصح بالتريث وعدم تجديد النقد ضده. يعني أصلا أنا وصلتني ملاحظة من السيد، قال لي صديقكم الطومجال أنت بعدك متواصل، أنت بعدك متواصل ويا السيد بعدك مع سماحة السيد. أنا عبالي زعلان عليه، يعني مو أنتوا أعلنتوا انسحابكم من سايرون من هذا المشروع؟ لا لا لا، احنا والسيد علاقة ما تنتهي. زين، هل من العدالة أن يدفع الكاظمي ثمن ما جرى وهو محكوم بمعادلة واضحة وحقيقية هي التي جاءت به وبحكومته دكتور جاسم؟ نعم، هو محكوم بالمعادلة، هي هذا اللي أقوله. ومحكوم يعني هو حكم نفسه بالنهج، أو هو بصراحة مو جذري بالخروج من النهج وتبني منهج آخر، منهج جذري يغادر المحاصصة، أو يفهم على الأقل ماذا أرادت من انتفاضة تشرين. انتفاضة تشرين أرادت بالأصل تغيير موازين القوى، كسر احتكار السلطة، مشروع آخر لازم يمشي، لأن مشروع المحاصصة هو أنتج الفشل وأنتج الفساد وعم الخراب بسببه. فمفترض أن يكون منهج آخر تماماً يغير هذا المنهج ويناقضه، وهناك سيجد الكاظمي طبعاً راحت الفرصة تأييد شعبي ومن جميع القوى والشخصيات. شنو راحت الفرصة؟ لحظة دكتور. نعم. جاسم، شنو يعني راحت الفرصة؟ يعني الكاظمي فشل بالاختبار يعني بموجب ما تقيمه؟ اي، وتعرف شنو؟ نزل نهر المحاصصة والتلبي وتنقع به، صعب يكون يطلع يابس من عنده وناشف وكذا. لا، هو يعني أوغل بالمحاصصة، استمر بالمحاصصة، غرق في وحل المحاصصة،